السلام عليكم، مساء الورد على الجميع. موضوع مهم جدا يا جماعه وعايز اكلمكم عنه وكل ان شاء الله يستفيد. هذه ايش؟ بصوا هنا معايا، هذه قطعه الوفيرا، قطعه من الالوفيرا لسه قصصها دلوقتي بالسكينه بس عشان نختصر الوقت. كيف نصنع؟ اتمنى كل واحد يكون عنده الوفيرا في المنزل. لو عندك الوفيرا حقيقيه، هذه الالوفيرا الحقيقيه. لو عندنا الوفيرا في المنزل بقطعه زي هذه، نقدر نصنع زيت الالوفيرا. زيت الالوفيرا عايز اقول لكم على طريقه التحضير وبعد كده كيف نستخدمه. فوائد رهيبه يا جماعه للبشره، بتمحو اي تجاعيد او اي مشاكل وبتعيد النضاره والرطوبه للبشره، غير للاسنان بتستخدم، للجهاز الهضمي، للمناعه، لحاجات كتير جدا وللشعر. بس كيف نعمل من زيت من الالوفيرا زيت رائع جدا؟ بعد ما نقصها يا جماعه بالطريقه هذه من الشجره، نغسلها، نغسل النبتة، شايفين؟ نغسل النبتة زي ما انتم شايفين. نبص هنا يا جماعة، هذا زيت زيتون اللي انتم شايفينه، هذا زيت زيتون اهو. بنحط حوالي نصف كوب من زيت الزيتون في برطمان زجاجي، وعايزين كل اللي نتعامل بيه يكون حاجات زجاج، والملعقة تكون خشب عشان مش عايزين اي تفاعلات احنا في غنى عنها. طيب بعد ما نقصها، يا إما نقصقصها بالملعقة الخشبية أو بإيدينا، أنا هتعامل بإيدي على طول. بصوا يا جماعة هنبدأ، بصوا هي بتطلع الزلال بتاعها، لو ضغطنا عليها بتطلع، شايفين هذا الزلال بتاعها. أنا عايز أقصقصها حتت بسرعة بإيدي، وهنبدأ نضيفها على شوية الإيش؟ الزيت زيتون اللي أنتوا شايفينه. بسم الله، بنقصها ونطلع منها اللي في جوا. بصوا بصوا، وكل هذا بيضاف اهو، يعني حته هتكون حوالي 100 جرام من الالوفيرا على نصف كوب او اكثر، نصف برطمان زجاجي من البتاع اللي هو زيت الزيتون. ادينا قطعناها، تكفينا جدا الحته هذه، اتقطعت كلها واتحطت. عفوا يا جماعه امسح ايدي بس. طيب الزيت اللي حضراتكم شايفينه هذا زيت زيتون على الوفيرا الجل. بعد ما جهزناه في الإناء، أصبح عندنا الزيت بالشكل اللي أنتم شايفينه. بصوا يا جماعة، نشوف هنا هذا الشكل أول ما هيتعمل. بعد كده ملعقة خشبية ونقلبه تقليبة. بصوا هنبدأ نقلب بالشكل هذا زي ما أنتم شايفين، قمة السهولة. شايفين تحضير هذا الزيت قمة السهولة. طيب بعد ما حضرنا الزيت وقلبناه بالشكل هذا، عايز أقول لكم بقى على شوية حاجات هنعملها. أولا لازم يتعمل في إناء من الزجاج، ونستخدم ملعقة خشبية عشان ما يحصلش أي تفاعلات، ولازم يتغطى بحاجة زجاج أو خشب أو ملامين زي الفخار أو كده. الزيت هذا بداية بعد ما عملناه في دقيقة بيتحط في مكان مشمس، لازم يكون جنب نافذة أو في الخارج في مكان شمس، بتوصل الشمس إن شاء الله طول اليوم، لمدة أسبوعين، 14 يوم أو 15 يوم. يوميا لو قدرنا لازم نقلبه تقليبة، نشيل الغطاء ونقلبه تقليبة فترة المساء مثلا. لو نسينا مش مهم، بس على الأقل في الأسبوعين يتقلب 5-6 مرات، ويا ريت يوميا ما ننساهوش، ويوميا نقلبه تقليبة ويتحط في مكان مشمس لغاية ما يندمج مع بعضه، وهيدينا في النهاية زيت الألوفيرا الرهيب. إيش فوائد هذا الزيت؟ هتكلم على ال 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 الوضع الخارجي الأول يا جماعة. الزيت هذا تطبيقه على البشرة بيمحو التجاعيد، علامات الشيخوخة، ترهلات في أي مكان، بحارب أي مشاكل من علامات تقدم العمر، بيشيل البثور، الهالات السوداء، بيشد البشرة ويبيضها، بيخلي البشرة حريرة، وبرجع بشرتنا في قمة نضارتها ورطوبتها. بيتحط يوميا على البشرة لمدة 10 دقائق ربع ساعة، وبعد كده بنشطف وشنا بصابون، يكون صابون طبي او صابون تبييض مثلا، وبعد كده نحط اي كريم مرطب او حاجه على البشره عشان ترطب لنا بشرتنا. بعد اسبوع من استخدام هذا الزيت يومي مره واحده لمده 10 دقائق ربع ساعه، هتشوفوا تغير رهيب في البشره والجلد. مضاد طبعا، مضاد اكسده، مضاد بكتيريا، جراثيم، فيروسات، مضاد لاي ميكروبات. الزيت هذا رهيب يا جماعه، اي مشاكل جلديه تتخيلوها بشد البشره، بنعمها، بلمعها، وبخليها قمه النضاره ورائعه جدا. وعندنا اي مشاكل في الجلد بتضيع، اي اثار لجروح، اي حاجات من هذا القبيل. اذا للبشره والجلد قمه، وبيمحو اي مشاكل او اي شيء وحش في البشره
والجلد، وبينفع للرجال والسيدات لأي حد. هذا أولا. ثانيا، أنا ما بحبش أستخدم، أنتوا عارفين الألوفيرا والحاجات هذه معروف العصير بتاعها، الألوفيرا الحقيقية هذه فقط هي اللي ممكن إن إحنا نستخدمها داخلي، بس أنا ما بحبسش كده. لكن في ناس بتحب عصير الألوفيرا تشربه مع زيت الزيتون هينفع ملعقة، بس أنا ما بحبش كده وما برجحش. لكن اللي عايز أوكي بيعمل إيش بقى يا جماعة؟ بيزود مناعة الجسم. هذا العصير، الزيت اللي أنتوا شايفينه زيت الزيتون على الألوفيرا كده، إحنا هنوصل لزيت الألوفيرا الحقيقي. بيزود مناعة الجسم في كل العناصر والفيتامينات والمركبات اللي الجسم محتاجها بنسب عالية. زيادة مناعة، بيضيع أي مشاكل في الجهاز الهضمي وبيخلي جهازنا الهضمي سليم وفي ليونة وفيش أي مشاكل إمساك أو شيء من هذا القبيل. الزيت هذا يا جماعة بيحافظ على نظرتنا وبيزود مناعتنا، بيمنع لو عايزينه للتخسيس، حتى دهان خارجي على منطقة المعدة بيعمل على التخسيس خالص، بيحرق الكوليسترول، بيخفض الكوليسترول، بيطرد السموم من الجسم كلها. حلو لألام العظام، نقدر ندهن به خارجي. للأسنان ورائحة الفم الكريهة أو أي مشاكل في اللثة أو كده، ملعقة بناخدها منه وبنمضمض، نغرغر ونمضمض، ولما أخذها بنبصقها وبعد كده نقدر نشرب مية بعديها. برضو ممتاز جدا لأي مشاكل في الفم. للشعر نقدر نخلخل بيه شعرنا والفروة، بضيع القشرة وبلمع وبنعم وبيعمل أي شيء حلو تتخيلوه، بيزود كثافة الشعر. 14 يوم هنحطه في مكان شمس بس، هذا اللي احنا عايزينه عشان يمتزج. وكل يوم لو نقدر بنعمل كده ونقلب نقلب نقلب. بعد أسبوعين يا جماعة بنجيب مصفى ونصفيه ونخلي الزيت هذا متشال عنا بقى، يا إما في الثلاجة أو البراد، يا إما في مكان خارجي لو الجو مش حار ونستعمله زي ما أنتوا شايفين. في الآخر هيمتزج جدا، بصوا أهو بدأ يمتزج على بعضه. فوائده رهيبة يا جماعة للبشرة ولمناعة الجسم وفي كل اللي إحنا عايزينه، وسهل جدا. المهم بس حتى لو مش عنا نجيب لنا قطعة ألوفيرا من أي مكان من الحقيقية، شايفين، ونحط عليها زيت الزيتون. وكل الفوائد اللي قلت لكم عليها هذا يا جماعة مش هتندموا، رائع جدا لأي شيء تتخيلوه في أجسامنا، وسهل التحضير للبشرة، للشعر، للمعدة، للمناعة، لأي شيء ممكن نتخيله. غير بقى يا جماعة أنه بيحسن في كل شيء، بيزود الكولاجين للبشرة، بيخلي البشرة ما فيهاش أي تشققات. أنا عامله بالذات عشان موضوع البشرة، وأنا هذا بستخدمه مستقبلا بقى. بس أوعوا ننسى، أسبوعين تقليب يومي ومكان مشمس دافي، وبعد كده نبدا استخدم. انا ما برجحش الاستخدام الداخلي، وناس بتحبوا استخدام عصير داخلي، وانا مش عايز كده. خلينا نستخدمه، عايزه للتخسيس دلك من بره، عايزه لالام العظام دلك جسمك من بره على المناطق اللي تعباك. ماسك للبشره، للشعر وفروه الشعر، فرق بيزود الكثافه. كلنا عارفين الالوفيرا، المهم كيف نعمل منها زيت. بصوا اول ما عملناه كان زيت الزيتون لونه مختلف، بصوا دلوقتي كيف بدا يتغير لونه، غامق. شايفين يا جماعه اللون اصبح غامق، طبعا بقى مع الشمس وانه يتساب اسبوعين ويتقلب تقليبه يومي، هيوصل للمرحله اللي احنا عايزينها. احلى مسا من اخوكم نعيم، ورب نكون استفدنا معلومه حلوه، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية، طريقه تحضير اقوى زيت تتخيلوه، زيت الالوفيرا. والسلام، ختام، السلام عليكم.